انا في ثالثه ثانوي وعندي ابن عنده 3 سنين. مفاجاه، لقيت نفسي مسؤول عن طفل صغير المفروض ان انا اعلمه وارعاه واربيه واوفر له كل الامكانيات الكافيه اللي هي مش موجوده. كنت بحاول قد ما اقدر ان انا اكون الداعم والحامي للشخصيه دي، للطفل ده، وان انا اخليه احسن عن طريق ان انا اكون احسن. يمكن انا سعيد جدا بابني. ابني هو دايما بيحاول يساعد غيره ويوفر له المعلومات الكافيه. كلامي مش لوجيك شويه، ازاي انا في ثالثه ثانوي وازاي انا عندي طفل عنده 3 سنين وازاي هو عنده معلومات وازاي هو بينقلها لغيره. فكره بمنتهى الاختصار، من 4 سنين كان في تيدكس في اسكندريه، كان في اناونسمنت 10 دقائق، يمكن كانت توكس كلها كويسه وانسبايرد وكل الكلام ده كله، بس ال 10 دقائق دي هي اللي فرقت في حياتي. 10 دقائق دي كانت بتتكلم عن انت ازاي تقدر تحول فكرتك لمشروع ثابت او مشروع دائم يقدر يعود عليك بالنفع وفي نفس التوقيت يفيد مجتمعك، او ما يعرف بالانتربرينورشيب او رياده الاعمال. انا ابتديت وقتها اهتم بالموضوع ده، كنت بشتغل في باك جراوند اديوكيشنال شويه في حاجات ريليتد بمؤسسات تعليميه. وقتها قلت انا حاجات انفولف في الكوميونتي بتاع الانتربرينورشيب. وقتها جيت سالت نفسي سؤال، ليه ما يكونش فيه شبكه او مؤسسات تقدر تدعم المشاريع؟ لقيت ده موجود، بس لقيتهم بيشتغلوا على المشاريع او اصحاب المشاريع من 18 سنه فما فوق. فقلت خلاص انا هبتدي اعمل مشروع اللي هو دلوقتي يعتبر ابني. ده بيج ديل. تمام. اوكي ام سوري. طيب انا هشتغل على مشروع. المشروع ده بيبتدي يعلم طلاب المدارس من سن 12 ل 18 سنه ازاي يبتدوا مشروعهم. ابني كان فكره وتجربه ازاي احنا ازاي نقدر نجمع كل الماتيريال اللي تقدر تخلي الناس تبتدي مشاريعها. على الاساس ده احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا خلاص انا باعتباري اشتغلت في مرحله ما في النظام التعليمي ان انا هبتدي اجمع متطوعين وناس تقدر تشتغل في الموضوع ده في اسكندريه، وان احنا نجمعهم ونشتغل احنا نحط منهج زي اللي موجود في تجاره واقتصاد وكليات كبيره زي في مجال البيزنس في جوه مصر وبره مصر، وان احنا نحطه ميسر لطلاب لطلاب المدارس اللي هم زمايل ابني في المدرسه. ابتديت وقتها ان احنا نشتغل على الموضوع ده. قلنا خلاص احنا عايزين نحط توبكس اساسيه، والتوبكس دي تبقى هي اللي محتاجها الطالب المدرسه. على الاساس ده برضو قلنا خلاص احنا مش هنخلي الموضوع ان احنا نحاول نخش المدارس، لا احنا هنشتغل في الصيف كفتره مبدئيه ونخرج بره مجال المدرسه او الجامعه، وان احنا نديهم محاضرات او نديهم ورش يعني حصص او كده. الموضوع مش هيكون فيه كده ولا فيه امتحانات خالص، بس الفكره كلها ان احنا هنجمع بعض ونحاول نترانسفير ليهم المعلومه دي، وان احنا في الاخر نقدر نخليهم يمارسوا الموضوع ده بشكل عملي. احنا ابني بقى له 3 سنين من عمره. اول سنه كانت تجهيز ليه ان احنا ازاي نقدر نخلي المشاريع او نخلي الطلاب بتوع المدرسه يستفيدوا من المنهج التعليمي ده. تاني سنه من عمر ابني اللي هي كانت راوند 1، احنا كنا شغالين على عدد محدود، عدد قليل من طلاب المدارس في اسكندريه من مختلف المدارس ولاد وبنات، ونشوف هل هم هيقدروا يستفيدوا بالمنهج العلمي ده ويطبقوه وهيكون مناسب ليهم ولا لا. طلع الموضوع لذيذ. وقتها في مؤسسات شافت ابني ده نبغه، شافت ان هو ممكن يغير في منهج تعليمي كامل، وان هو يقدر يساعد ناس ما عندهاش مهارات او مش هتكتسبها سواء في نظامنا التعليمي اللي موجود او بره في الاجازه، فاحنا يقدر هو يديفلوب الاشخاص دي. اشتغلنا على عدد محدود، كان في ناس، كان في عدد مقدم لنا، فاحنا اخترنا عدد قليل، وخرجوا في الاخر ب 11 فكره مشروع. كان 21 واحد، 21 طالب مدرسه من اولى اعدادي لحد ثالثه ثانوي. السنه دي من اسبوع بالظبط كنا مخلصين ثالث سنه، اتفقنا ثالث سنه من عمر ابني. ابتدينا وقتها ان احنا نكبر عدد التيم اللي شغال معاه، عدد الناس اللي بتقدم، وان خرج 63 طالب مدرسه في الاخر،
وخرجوا ب 27 فكره رياديه، فكره تقدر يكون ليها ستادي، يعني مش مجرد فكره، هي فكره محطوط لها دراسه، محطوط لها فاينانشلز ماليات بتاعتها، ومحطوطه هتكسب وتخسر قد ايه وازاي، تمام؟ كل ده يخلي الناس في الاخر يستثمر فيه. عشان كده احنا ما قلناش ان احنا هنخليهم نديهم المحتوى الاكاديمي وبس، لا، احنا هنعمل لهم مسابقه، مسابقه موجوده لمده على مدار سنتين، بتشتغل على ان الطلاب المدارس من سن 12 ل 18 سنه يعرضوا المشاريع بتاعتهم، يكون قصادهم لجنه حكام، لجنه الحكام دي بتبقى يا اما من مؤسسات جامعيه، ناس شغاله في الفيل بتاع البيزنس كاكاديميك واي، وفي ناس انتربرينورز رواد اعمال شغالين على واقع التجربه، وبيخشوا معاهم في ديبيت. يمكن احنا لو بنتكلم ان في ناس عندها 15 سنه بتعرض فكرتها قصاد جادجز وناس وعارفه الاستادي بتاعتها وبتناقش كل فكره فيها. احنا بنحاول في الاخر ان احنا نغير المينتاليتيز بتاعتهم، يعني حتى لو افكارهم اللي هم اتخرجوا بيها من المشروع ده لو غيروها يبقى عندهم المهارات الكافيه ان هم يقدروا يكملوا قدام. يمكن انا هتكلم عن ابني برضو، فابني بيتكون له علاقات اجتماعيه كتير، علاقات اجتماعيه على اساس زمايله اللي هو بيفيدهم، او على اساس مشرفينه ومدرسينه اللي هم في مثال الجامعات والجهات اللي بتدي دعم، او على مثال تاني اللي هم عيلته الكبيره، عيلته من فريق العمل، عيلته اللي بتشتغل انها تبوش ليه، عمامه واخلانه واولاد خالته من فريق المتطوعين. هنا احنا ابتدينا، انا لو هتكلم شويه هاجي اقول انا ابني اللي انا عايز، يعني اللي انا عايزه دايما قدام، انا بشجعه ان هو يوصل لمحافظات تانية، يروح اماكن جديده، دايما يبوش ليه قدام. يمكن زي اي شاب عازب وقتها، تمام، كنت ببص على ان انا عايز اشتغل واتعب واسعى، بس ما كانش عندي هدف واضح. لما بقى عندي عيله كامله انا مسؤول عنها، فدايما بحاول احافظ على امن وسلامه العيله دي، وان هم ازاي يكونوا يقدروا يستمروا ويوصلوا بتاثيرهم لاماكن جديده. من هنا برضو ابتديت ان انا احاول ان انا اكون مش مجرد الشخص الوحيد اللي بيبقى مسؤول عن ابني، لا، ابتديت ان انا اعلمه ان ممكن يبقى قدام في اشخاص كتيره ممكن يكونوا مسؤولين عنك ولازم يساعدوك على حسب الوقت اللي انت موجود فيه. يمكن انا بعتز بابني جدا، دي الحاجه اللي انا عملتها، تمام، دي الحاجه اللي انا اشتغلت عليها، فدايما انا بحس بالمسؤوليه ناحيتها. لو انتوا جيتوا سالتوا ابهاتكم وامهاتكم، هل انتوا دايما هتسالوهم كده؟ هتلاقوهم دايما كل يوم بيفكروا فيكم، كل يوم بيشوفوا انتوا هيوفروا مستقبل ليكم احسن ازاي. ممكن يكون في خلافات، بس في نفس التوقيت انتوا بتبصوا، او انتوا لو جيتوا تسالوهم هتعرفوا بفكرهم ان هم على قد ما يقدروا بيحاولوا ان هم يخلوكوا سعداء على قد ما تقدروا. ده بيبقى مسؤوليه. انا في نفس الكلام مع ابني، انا بفكر فيه كل يوم، بفكر فيه وانا باكل، بفكر فيه وانا بمتحن، بفكر فيه وانا حتى بدي التوب دي. بخلاصه، بجانب ان انا عايز اتكلم عن التاثير المجتمعي اللي بيعمله المشروع او ايا كان، ايه الاجابات الايجابيات اللي هو بيقدمها، بس انا عايز اقوله ان اللي خلى طالب من 3 سنين حاليا هو في ثانويه عامه، مستقبله معتبر لسه مش متحدد، بيتكلم من 3 سنين وهو في ثالثه اعدادي، جاله الفكره اللي فضلت مسيطره جوه دماغه وقرر ان هو يكون المسؤول عنها، ما كانش عنده امكانيات، ما كانش عنده اي ماليات، ما كانش عنده اي سبل يقدر يحافظ بيها قدام على ذات نفسه هو، مش على فكرته. اللي خلى كل الكلام ده يكون موجود في شخص، فبالتالي كمعادلة حسابية بسيطة، أي حد أيا كان إيه موقعه؟ إيه الحالة الاجتماعية اللي هو فيها؟ إيه هو العمر بتاعه أو المرحلة الدراسية أو الخبرة اللي هي مش موجودة عنده، يقدر بمجرد الفكرة اللي وصلت لدماغه إن هو يحولها وينفذها على الأرض، بحيث إن هو تقدر تفيده وتفيد مجتمعه كذا توتال. أنا سعيد جدا معاكم، أنا هستأذنكم هرجع تاني لابني، شكراً.